في الحقيقة ليس مهمتها العمل السياسي وتفاديا للانزلاقات ونظرا للتجارب. تنازل الإسلاميون عن الحكم ورضوا بالغنيمة بالإياب كما يقولون، لكن هذا حتى لا يأتي خطر أكبر من هذا. لكن لو أن العلمانيون كانوا في سدة الحكم ووصلوا إلى سدة الحكم، وخرج الإسلاميون وضغطوا بالشارع كما ضغط العلمانيون عن طريق الحركات الاجتماعية والمدنية ونقابة العمال، هل يتنازل هؤلاء للإسلاميين؟ لا يتنازلون الإسلاميين. فإذا هنالك هنالك استبداد وهنالك ديكتاتورية العلمانية التي تريد أن تجرد. إذن الإسلاميون لم يمارسوا الحكم، وحتى إذا مارسوه مارسوه مدة سنة أو سنتين بعد 50 سنة خراب واستبداد وكذا. فلا بد علينا أن نكون موضوعيين وأن نزن الأمور بوزانها، والعاقبة بإذن الله تبارك وتعالى لأصحاب الحق طال الزمان أو قصر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الشيخ علي بن حاجرة نائب رئيس جبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت معي عبر الهاتف من الجزائر. أستاذ محمد العربي، يعني كيف الرد حول أو على من يقول أن ثورات الربيع العربي أو بعض منها أظهرت أو جاءت من نتائجها داعش التي يعني تفعل ما تفعل الآن، تشوه الإسلام وتشوه كذلك حتى الثورة يعني كما قيل. وبالتالي أنت ربما قرأت مقال وسيم الأعرج حينما تحدث على أن داعش هي نتاج الثورة والأفضل بقى تحت الدكتاتوريات. تحياتي أولا للشيخ الفاضل بدوري أحييه. وقد ثبت رغم الضغوط ورغم السجن ورغم الإخفاء، أخفوا عدة سنوات تحت الأرض، فأحييه بدوري. وسيم الأعرج وأمثاله يمثلون العلمانية المتطرفة، مثل ما هناك من يأخذ لباس الإسلام ويريد أن يتنطع ويتطرف به، هؤلاء يأخذون مبادئ العلمانية أو الديمقراطية، وهم آخر واحد يتحدث عن الديمقراطية. هؤلاء هم أعداء الشعوب، وهؤلاء يعلمون أنهم لا يمثلون شيء، لا يمثلون أي شيء في الشارع، وأن أي انتخابات ترمي بهم إلى المزبلة، وبالتالي يصبحون يتغطون ويلتحفون بالمستعمر الخارجي أو الداخلي. أمثال وسيم الأعرج وأمثاله كانوا عملاء عند الاستعمار الغربي عندما كان يحتل، ولا زالوا. يعني هؤلاء عندما ترى الغرب لمن يعطي الجوائز الأدبية، يعطيها لمن ينظر بتطرف مثل هؤلاء. فهؤلاء لا يمثلوا الشعوب، وهم يختفون وراء الدبابة أو الداخلية أو الخارجية. أنا أعطيتك مثال. شوف، داعش أو غير داعش، عندما بدأت الثورة في سوريا بدأت سلمية وظلت كذلك لحوالي 6 أشهر. ستة أشهر والناس تقصف وتقتل 30-40 في اليوم، 20-30-40 في اليوم يوميا، والناس تخرج وتنادي سلمية يد واحدة. ثم الناس بشر، يعني لو هؤلاء الناس كانوا حيوانات، بعد أن تقتل منهم وتقصف منهم سيهاجمونك. فالناس في نهاية المطاف ترى حتى وإن بقي الكثيرين ولا زالوا يحملون فكر التغيير السلمي، فهناك من يرى أن الحل لا هو السلاح مع هذه الشعوب. أنا شخصيا والحركة التي أمثلها، نحن نرى أن الحل هو اللا عنف، هو بدون سلاح. لكن أنا أقول أنه إذا لم تفهم هذه الأنظمة من أنها يجب، نعطيك مثال بسيط. أمس تظاهروا أول أمس واليوم الشرطة في الجزائر، عندهم 19 مطلب. خرج ما يسمى برئيس الوزراء وقال كلكم مطالبكم مشروعة ما عدا مطلب واحد، اللي هو تنحية المدير مدير العام للتلفزيون للأمن الجنرال عبد الغني الهامل. 18 مطلب مشروع. طيب أين كنتم؟ لماذا لم تلموا حتى 2 من المطالب أو 3 قبل أن يتظاهر الشرطة؟ الشرطة تتظاهر، الشرطة تحتج، يعني خلاص انتهت، يعني مشكلة كبرى، هذه مشكلة كبرى ستحدث. إذن لماذا لا تغير ولا تقبل عندما يخرج الناس ويطالبوا
أحيانا أشياء بسيطة. نعم. بسيطة جدا، لكن المستبد يعتقد من أنه يستطيع أن يفعل كل شيء متى شاء، وأنه يخضع هذه الشعوب تحت قدم وتحت رجل العسكر حتى ينفجر الوضع عليه، وتأتي داعش ويأتي غير داعش. وأنا أحذر من أنه إذا لم يقبلوا بالتغيير السلمي فسيكون التغيير عنيف شئنا ما بين، هذه طبيعة الأشياء. نعم، سأعود إليك محمد أستاذ محمد العربي. مشاهدي الكرام، إلى تونس الآن معي من هناك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين الجورشي. أستاذ صلاح الدين، بعد الترحيب بك، ما تعليقك على نتائج الربيع العربي في مختلف الدول التي قام فيها الربيع العربي، بداية من تونس، مصر، اليمن، سوريا، وما تشهده كذلك ليبيا؟ هل فعلا بدأ الربيع العربي يشهد انتكاسة؟ أعتقد بأن الحكم على الربيع العربي لا يزال أمرا سابقا لأوانه، لأن هذه الحركة التي أعتبرها تاريخية والتي بدأت تخترق الجسم العربي، هذه الحركة رغم مرور حوالي 4 سنوات عنها فهي لا تزال في بداية الطريق. هناك تحولات تحتاج إلى وقت، وبطبيعة الحال هذه التحولات إذا كانت ضخمة في مستوى أنها تطيح بأنظمة وتعيد معناها ترتيب الأوراق داخل مجتمعات واسعة، فإن ذلك يعني بأنه لابد أن تعطى لها الوقت والمهلة لكي تصحح نفسها من داخلها وتعيد ترتيب أوراقها. في اعتقادي صحيح الربيع العربي الآن يمر بظروف صعبة، هناك تراجعات خطيرة تحصل في أكثر من مجتمع، هناك تحديات يبدو بأنها بدأت تزلزل البنى العميقة للمجتمع ولتكويناته الأساسية، لكن في رأيي ما زالت التحولات جارية وما زال هناك فرصة لكي يقع إعادة إنقاذ هذه الثورات التي حصلت من خطر الانتكاسة. نعم. هل يمكن أستاذ صلاح الدين للثورات أو لمن قام بالثورات أو لمن يمثل الخط الثوري أن يتصالح مع من كان جلاد الأمس؟ وهذه من الأشياء التي لكي نفهمها نحتاج إلى تحليل ما حصل، بمعنى أنه الذي حصل هو أن المجتمعات تقاوم، والمجتمعات من خلال بنيتها الصلبة، يعني أن عندما تصورنا بأن الأنظمة قد انهارت وطويت صفحتها بالكامل كان هذا تحليلا سطحيا، إنما الأنظمة تقوم على شرائح واسعة من الناس وعلى أشخاص قادرين على أن يغيروا خطابهم، بل يمكن حتى أن يغيروا جلدتهم. وفي هذا السياق لو قطعت هذه القوى الجديدة، قطعت على نفسها أن تجتث خصوم الأمس، ربما لتطلب ذلك بحار من الدم، وربما لفتح ذلك واجهات خطيرة مثل ما حصل في ليبيا. إذن من هنا تأتي فكرة إمكانية التقاطع حتى مع القوى القديمة للاستمرار في عملية تغيير تدريجي لمسار المجتمع برمته، ولعل هذا هو ما يقع تجربته في الحالة التونسية، عندما نسمع أصواتا في مستوى قيادي تكون مستعدة للتعامل في إطار مشترك بمثل ذلك حكومة مشتركة مع رموز من المرحلة السابقة. أنا في رأيي هذا لا يشكل حاليا خطرا حقيقا على هذه التحولات، ولكنها محاولة للتماسك الداخلي. طيب، أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين الجورشي، كنت معي عبر الهاتف من تونس. أستاذ محمد العربي، في النموذج التونسي الكثير يهلل للنموذج التونسي فقط لأن حركة النهضة التي كانت في الحكم لم تعد للسجن ولم يقع الانقلاب عليه، ويعتبرون أن هذا في حد ذاته هو مكسب للثورة. أولا، هل توافق أنت على هذا التشخيص أن عدم العودة للسجن هو مكسب للثورة؟ في مقابل ذلك هناك أزلام يسمونهم في تونس أو من يمثل النظام القديم الآن عاد وبكل فخر واعتزاز، بل بعضهم يقول اعتز
أن من الأزلام بهذه الصلاة إن صح التعبير في وسائل الإعلام وإعادة رسكلة هذه الوجوه وهي رؤساء أحزاب الآن ومرشحين الرئاسيات وممكن نجدهم في قصر قرطاج يوما ما. هل المثال التونسي يصلح للتعبير عن انتصار جزئي للثورة؟ لا، أنا لا أعتقد أنه كذلك. أنا أتفهم بعض الإخوة في تونس من أنهم يريدون أن يحافظوا على الحد الأدنى ربما، خاصة وهم يرون موجة ليس فقط محلية ولكن إقليمية ودولية. تونس لا تنسى بلد صغير محصور ما بين مصر والجزائر أساسا وأوضاع ليبيا فيه، إضافة إلى تدخل الإمارات والسعودي بشكل رهيب. فهم يحاولون، لكن لا ليس حتما أنك عندما لا تدخل للسجون هو الأفضل، ليس حتما. أنا أتوقع من أن عودة الثورة لمصر ستكون أقوى بكثير وستزيح فعلا النظام المصري، بينما الوضع في تونس في الحقيقة سيبقى مهلهلا وليس ضامنا أن لا يدخل السجون بعد بضعة أشهر أو بعد بضعة أسابيع عندما يتغير الأمر. اليوم استمعت أو قرأت من أن السبسي وقد بلغ من العمر عتية وتسعين سنة تقريبا أو يدخل إلى 90 سنة، يريد أن يكون رئيس، ويقول في تصريح نقل عنه من أن البلاد تأخرت 50 سنة بعد بن علي، يعني في 3 سنوات انتهى الثورة. يعني صراحة هو يقول أنا ضد الثورة علنا ويريد أن يكون رئيس، وهناك من يأتي ويتعامل معه. أنتم تتعاملون مع جلاد سابق ثابت، لا ليس هناك أدنى شك من أنه ظل وقد أخذ عدة مناصب هو وغيره، يعني أنا مد هنا كمثال من أنه جلاد وسيكون جلاد قادم. إذا لم تتعاون قوى الثورية، وأرى أنا مثلا شخصيا أن المرزوقي يمثل هذه القوى الثورية وهو الأكثر حظا لكي يكون رئيس، سيدفعون الثمن ولا يعتقدوا أن الوضع سيبقى مثل ما هو، خاصة إذا لم يتغير الوضع في الجزائر، لأن الجزائر طبعا ستلعب دور رئيسي في أوضاع تونس إما سلبا وإما إيجابا. طيب، لكن طبعا ما حدث في تونس أو نقول تونس هي ليست مصر، وربما مزيد تونس أو حظ تونس السعيد أنها ليست دولة محورية ولا عندها أهمية، ليس لا الجزائر ولا ليبيا ولا مصر، ولذلك ربما يقع غض الطرف عن استمرار جزئي للثورة، عدم قبول بأن يحكم الإسلاميون ولكن أن يشاركوا فقط في الحكم، وهذا ربما مقبول. لكن لا تنسى كذلك أن تونس نفسها برغم كل هذا الوضع التونسي هي ليست بمنأى عن التجاذب الإقليمي ولا الدولي. وجوه الثورة غير مقبولة الآن لا إقليميا ولا دوليا في تونس. المرزوقي غير مقبول لا جزائريا ولا فرنسيا مثلا في تونس، والسبسي أكثر قبولا جزائريا وفرنسيا، وحركة النهضة هي في هذا الوسط تحاول أن تزاوج بين هذا وذاك من أجل تحقيق جزئي تقول هي لأهداف الثورة. قد تطول مدة التحقيق، الطريق التونسي أطول بكثير ربما من طريق الليبي، لكنه مضمون يعني حسب ما يقولون. أعتقد يخطئون في ذلك، يخطئون لعدة أسباب والتاريخ شاهد على ذلك. أولا، لو عندما يكون المرزوقي غير مقبول به جزائريا، أي النظام الجزائري وليس الشعب الجزائري، وفرنسيا، فهذا هو المحك اليوم بالنسبة للشعب التونسي. هل أنتم الذين ستختارون الرئيس أم أنه في نهاية المطاف قوى إجرامية تحكم الجزائر وقوى استعمارية حكمتكم وحكمت المنطقة هي التي ستقرر من يحكم تونس، أو على الأقل من يكون، بالرغم أن نعرف الرئاسة في تونس ليست بذلك القوة لأنه نظام برلماني فيما أي لكن فيما هو الآن الصلاحيات الجديدة ربما أكثر شوية تبيح له حل البرلمان إلى حد ما، وهذا يعني أننا دخلنا إلى ربما نظام شبه رئاسي وشبه رئاسي برلماني. هذا هو المحك، ولذلك أنا أقول للشعب التونسي وأنا فخور وسعيد أنني شاركت في ثورة توانسة بشكل أو بآخر ودعمتها من اليوم الأول، من أن المحك الرئيسي هو بالنسبة إليكم من سيختار الرئيس، أنتم أم جنرالات الجزائر والاستعمار الفرنسي. هذا أول. بالنسبة لمن يقول، أنا قلت لك أتفهم إلى حد ما لأنهم يعلمون من أن الجار الغربي وبعد الانقلاب أيضا في مصر أصبحوا تقريبا تحت، خاصة أن الأوضاع لم تستقر في ليبيا، لكن هذا ليس ضمان، بل بالعكس كلما تنازلتم
عن ثوريتكم، كلما تنازلتكم عن الدفاع عن الثورة التونسية كما قامت، عن مبادئ التي قامت عليها، كلما ستدفعون الثمن، ولن يشفع لكم، لن يشفع لثوار تونس أي كان، سواء كانوا إسلاميين شبه إسلاميين وطنيين إلى آخر، لن يشفع لهم من أنهم يقدمون التنازلات، لأن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، وهذه قوى لئيمة بكل ما تعنيه الكلمة. أشكرك شكرا جزيلا، الحديث ذو